حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا، راح فيكم امس عليكم بالخير بحلقه جديده من شباب الديره، البرنامج المنوع اللي طلع عليكم من يوم الاحد ولغايه يوم الاربعاء. ومساء الخير اماني. مساء النور عبد الله، يا هلا ومرحبا فيك اكيد، ونرحب فيكم مشاهدينا من خلال برنامجنا شباب الديره، ويسعدنا التواصل وياكم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عندكم الانستغرام شباب كيو 8 تي في، وايضا ايميل البرنامج الخاص فينا شباب كيو 8 تي في، تقدرون تتواصلون معنا دائما ودوما من خلال مشاريعكم، انجازاتكم، ايضا مواهبكم، وحتى اللي عنده فعاليه حاب ان نستضيفه ما علينا بس ان شاء الله يتواصل معنا وما راح نقصر فيه اكيد. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم مثل ما عودناكم دائما في بدايه اي حلقه نختار موضوع ندردش فيه اليوم، موضوع عن الوقت. وايد ناس ما تقدر اهميه الوقت، خصوصا يعني في بعض الشباب، في بعض البنات، اما بالطلعات هي انا ربع ساعه وعندك، وانا نص ساعه وعندك، تصير ساعتين وثلاث، تصير ثلاث ساعات، اربع ساعات، او انا بالطريق وللحين بالبيت، هذا انا بالطريق للحين ما طلع من البيت بالضبط، للحين ما بدل عشان يطلع، فيقول انا بالطريق صح. اي فاهميه الوقت جدا مهمه. انا دائما اقدر الشخص اللي يحترم الوقت، اللي يحترم الوقت يعني هو محترمني. اكيد اكيد، والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. شلون نعرف الشخص الناجح من الفاشل؟ اذا كان هذا الانسان من خلال تنسيق لوقته، من خلال تنسيق لواجباته، دراساته، ايضا يحط له خلينا نقول جدول. عبد الله، مو بس اليوم وباكر واللي بعده، اسبوع كامل ينسق وقته بحيث انه ما يضيع وقته على شيء تافه، او ممكن انا حتى اقعد مع شخص ما راح استفيد منه، حتى الدردشه الزايده او في بعض المواضيع اللي يتم النقاش فيها ما لها اهميه، فانا ليش اضيع وقتي معك او ليش اضيع وقتي معك؟ لا، عندي امور اهم، عندي خلينا نقول اشياء اهم، اهداف كثيره ودي اني احققها، ودي اني انجزها. فلازم الواحد يحترم الوقت، يحترم حتى وقت الاخرين، وايضا دائما يحط له اهداف في حياته. فاداره الوقت بحياتنا جدا مهمه عشان نوصل للنجاح ولمتطلبات الحياه اللي احنا نبيها. اكيد، ومثل ما قلتي الصفه المشتركه ما بين الناجحين وقدرتهم على الموازنه هي احترامهم لهذا الوقت بالضبط. وعارفين شلون ينسقون الوقت. غير كذي اذا تبي تضيع وقتك هذا الشيء يرجعك، لكن في بعض الناس يقول والله كيف هو يبي يضيع وقته، ما يبي يضيع وقته، لكن اذا اتفقنا على موعد معين او كان في هناك اجتماع معين او برنامج يبلش في ساعه معينه صح. شفنا كلنا موجودين في الساعه اللي تم تحديدها، هذا من احترام الوقت. ايضا حتى انت اذا تبي تعرف هذا الانسان قاعد ينجز في حياته من خلال ما شاء الله تنسيقه لهالامور هذه، من خلال ايضا تنسيقه لوقته. وغير هذا اذا الواحد استغل وقته بالشيء الصح، بالشيء الايجابي اللي يفيده، هذا احسن واحسن، غير الواحد اللي عنده وقت وايد بس مو عارف شلون يستفيد من هذا الوقت، وايضا وده انه يضيع وقت الاخرين. يعني تلقى صاحبك او مثلا احد خلينا نقول زملائك او شيء ما عنده هدف، ما عنده عنده وقت زايد، يقول لك تعال خلينا نقعد نسولف ندردش. لا يبا، انا اللي عنده وقت لازم يكون انسان جاد بحياته، وايضا ما يضيع وقته مع الناس اللي ما عندها خلينا نقول هدف. مو بس كذي، الحين ممكن يقولون وي يعني هذول وايد دقيقين في الوقت، لا ترى مرات نبوش احنا نبوش كل واحد على طول ظروفه، ممكن يحوشك ظرف صح. معين، لكن احنا نتكلم بشكل عام. عموما هذا كان موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الوقت، ومواضيع مختلفه، مواضيع منوعه وتقارير راح تكون حاضرة في حلقتنا لهذا اليوم من شباب الديرة، لكن بعد هذا الفاصل. بعد الفاصل جمعية المهندسين الصناعيين ولقاء مع جمانة جمال المطوع وخالد الروي. الفقرة القانونية مع المحامي حسين بن شيبة. فريق الكويت البحري التطوعي ولقاء مع عصام الحسون وبدر المرحي. فريق الكويت البحري التطوعي ولقاء مع
عصام الحسون وبدر المضحي. حياكم الله، عودة لكم من جديد، مستمرين معكم في شباب الديرة. موضوعنا القادم موضوع لعشاق البحر، موضوع بحري. هذا الفريق التطوعي اللي فعلا يقوم بالعديد من الأمور، منها المشروع الوطني لرعاية البيئة البحرية، عندهم ملتقى سنوي، غير المسابقات اللي يقيمونها. راح نتكلم أكثر مع ضيوفنا الأعزاء اللي موجودين معنا، الأخ عصام الحسون وأيضا السيد بدر المضحي، وهو فريق الكويت البحري. حياكم الله معنا. الله يحييك. مساءكم الخير. الله يمسيكم بالخير. يا هلا ومرحبا فيكم داميا. وقت الصيف، وقت البحر، فودنا نعرف فريق الكويت البحري التطوعي بداية عن شنو يتكلم. تفضل استاذ عصام. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء فريق الكويت البحري اجتمع، طبعا هو فريق شبابي اجتمع على عمل التطوع بتنظيف والحفاظ على البيئة. قمنا في أكثر من تقريبا مشروع، ولله الحمد خذ صدى كبير، وعارفين أنتم مرتادين البحر دائما يبيلهم يعني اهتمام في على السواحل، عن صحيح. الجزر دائما يبي الاهتمام فيها. اكيد اكيد. يمكن اخوي بدر اذا بنتكلم بدايه على المشروع اللي هو المشروع الوطني لرعايه البيئه البحريه. نعم. يمكن انا يعني ما شاء الله قريت اللي موجود عندنا، ما شاء الله اشياء كثيره انتم مسوينها في هذا طبعًا المشروع. طبعا بدايه المشروع الوطني لرعايه البيئه البحريه طبعا كان مشروع جدا كبير. نعم. وكان في يعني جهود تعاونت معنا كفريق، أعد هذا المشروع إعداد فني، إعداد إداري، حلو. تنسيق بين الجهات الرسمية، أيضا من متطوعين ومتطوعات من كافة الجناسي. نعم. هدف هذا المشروع هو أولا هو رفع الثقافة البيئية عند الناس. أينا. والمحافظة على 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 البيئة البحرية اللي إحنا قاعدين نستمتع فيها، واللي الله عطانا إياها يعني. صحيح. بالجزر الجميلة والسواحل الجميلة. حلو. فكان يعني المشروعنا هذا تميز أمانة في ميزة أن بدينا في الجزر الثلاث الرئيسية، وكانت فكرة هذا المشروع ما هي فكرة تقليدية. أينا. كان هو رفع المخلفات عن هذه الجزر على شواطئها وعلى الأعماق البسيطة. حلو. والعميقة حوالين هذا الجزر اللي هما كبر ام المرادم وقارو. وقارو. فتضافرت الجهود مع التنسيق اللي عمله فريق الكويت البحري. أينا. مع الجهات الرسمية، يعني لو بعدها لك كثيرة من خفر السواحل وغيره وغيره. نعم. كثير يعني جهات تعاونت معنا أمانة، القائد البحري وغيره. فبدينا لكل خصصنا لكل جزيرة يوم واحد، وكان معنا أبطال أمانة وهم فرق الغوص، سكوبا دايف، فري دايف، هذيل كانوا صراحة يعني أبطال لهذا المشروع. المخلفات رفعت كثيرة، وكان لها يعني حتى توثيق إعلامي من تلفزيون الكويت ومن قنوات أخرى ومن جهات أخرى ثانية. حلو. وثقت هذا 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 العمل الفعل اللي إحنا استمتعنا فيه، وكان صدى جدا جدا كبير. وهدفنا الأساسي إحنا يعني في هذا المشروع إن نرفع الثقافة البيئية عند الناس ومرتادي البحر زائد. حلو. وهذا بحطه بين قوسين ما يخالف الجهات الرسمية. بعد ما خلصنا احنا من هذا المشروع بالكامل وشافوا اللي شافوا، نتمنى ان يكون الجهات الرسمية اللي لها خلينا نقول الصفة القانونية في مراقبة هذه الأماكن بأنها تكون متواجدة وتطبق القانون على الحفاظ على البيئة البحرية. أيوة. حتى لما تحط في وسائلكم الإعلامية تثقيف الناس، المحافظة على النظافة. لأن انا وانت بنروح مرة مرتين نبي المكان نظيف، نبي نستمتع. وكان يعني الحمد لله الصدى اللي احنا بعد ما خذينا عملنا هذا المشروع، حتى من الناس اللي المتطوعين اللي شاركوا معنا على الجزيرة اللي ما كانوا هم طبعا اللي يخوصون، كان في متطوعين تطوعات ولجان كثيرة، يعني شافوا الشيء اللي شلناه. فكان الحمد لله الصدى يعني شفنا أثر الحملة، وإن شاء الله نقول إنه المشروع مستمر. يعني راح ناخذ فتره ونرجع ونشوف اللي عملناه جاب نتيجه، وكان وان شاء الله في كان اخوي بدر كان شهر 9 وشهر 10 وشهر 11 بدينا في جزيره كبه في كبه 25 9 ثم ام المرادم في 15. نعم.
ثم في جزيرة كان في قرب 5/11 في 5/11. حلو ممتاز، يعطيكم ألف عافية أخوي بدر يعني على هذا الاهتمام إن شاء الله، ورعايتكم أيضا دائما للمتطوعين وحرصكم ومحافظتكم على البيئة البحرية. وكل تطوع أختي، وكل تطوع يعني بدون مقابل نهائيا، كرستوا وقتكم ومجهودكم للحفاظ على هذه البيئة البحرية. وأيضا أخوي عصام إن شاء الله زاد اهتمامكم أكثر بوجود ملتقى سنوي لرواد البحر، فودنا نتكلم عن هذا الملتقى السنوي، وخلنا نقول بهالملتقى هذا شنو يتم فيه مثلا، شنو يتم مناقشته، هل في بعض البرامج او الفعاليات اللي تصير في هذا الملتقى؟ سلم ان شاء الله. هذا الملتقى الفريق فكر انه يسوي ملتقى سنوي لرواد البحر، اللي هم رواد البحر اللي يكونون اقصد فيهم يعني طبعا اللي هم الصياده. الصياده حلو. طبعا اليوم صيد السمك ما شاء الله تطورت افكار فيه كثيره بالصيد، تغيرت يعني قبل احنا نعرف بس مجرد الخيط. اليوم لا، صار في افكار، صار في ايه دش فيها مثلا التشخيط، دش فيها الجيك، دش فيها البلمشط الرجيم، الكاست، اللفاح، يعني امور كثيره. هذه الاشياء تبي تدرين دائما الناس لما تصير تجتمع تعطي افكار. بالضبط صح، تعطي افكار، تعطي مستجدات للشيء هذا، حتى المعدات يبدون واحد يوري. بالضبط هاي. احنا سوينا هذا الملتقى وسوينا فيه طرح، كل واحد عنده ميزه شنو يشتغل فيها. ورش عمل سوينا. حلو حلو. قامت الناس حتى قامت تفكر وتشوف انه اما اروح حق عبد الله ولا اروح حق بدر، تبادل خبرات فيها. حلو. والله الحمد نجح، هذا صدى كبير، وقمنا نسويه الحين تقريبا شبه سنوي. متى يكون عاده؟ هو تقريبا في شهر، هو دائما احنا يعني ما نحطه في تاريخ يسبق المسابقات الرسميه. حلو. عشان يكون في المعلومات واصله اكثر ومتحدثه عند الناس، يكون لها تجهيز كامل. وكان من اهم البرامج اللي فيه هو السلامه البحريه. كان في ورشه للسلامه البحريه تثقف الناس من حيث انه لما من تنوي انك تطلع الى ترجع في امور سلامه لازم تاخذها بعين الاعتبار، معداتك، القارب، التجهيز، عارف وين تروح، معدات الملاحة، الإسعافات الأولية، هذه كلها كانت الناس فعلا يعني خذت معلومات كبيرة وكثيرة قد تخفى عليهم. الآن سهل أن أشتري طراد وانزل البحر. بالضبط صح. بس الآن أعرف أشياء الخفايا. الأمن والسلامة. بالضبط. هذا الأهم. الأمن والسلامة أهم من أنا أستانس. بس أستانس أنا وأنا في أمان أحسن ما يكون لي يعني قدر الله. تصير أي كوارث. عادل. يمكن تطرق أخوي بدر أيضا وذكر أن الملتقى يكون قبل المسابقة. قبل المسابقة. إذا بنتكلم عن المسابقات أخوي عصام، عندنا مسابقتين اللي هي صيد الشنعد والتنشيطية. خلينا نتكلم على صيد الشنعد أول شيء. صيد الشنعد سلمك الله، سوينا 3 مسابقات تقريبا. حلو. ولله الحمد خذت صدى كبير. في اقبال. اقبال سنه عن سنه يختلف. ممتاز. ولله الحمد المسابقه الاخيره تقريبا 175 فريق. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني فعلا الناس فريق. كل فريق شوف كم طبعا عندنا احنا شروط ان الفريق لا يقل طبعا عن 2 ولا يزيد عن 6. حلو. هذه من الشروط، يعني لو بنقول 4 بكل فريق بكل طراد هذا قاعد يقول 150 ما شاء الله. ما شاء الله بحدود تقريبا 600 مشارك ما شاء الله. حلو. فالحمد لله انها يعني الناس اقبلت عليها وحابتها وطالب فيها. ان شاء الله طبعا احنا في افكار جديده ان نزيد على هالمسابقه في تعدد الايام، قاعدين نتشاور في امور. تدري انت كل سنه لازم تحاول تجدد شنو تميز اكثر. انزين اخر مسابقه اخوي بدر كانت بالجق ولا تشخيط ولا اثنينهم بنفس المسابقه؟ لا، هذه المسابقه الرئيسيه. أي. طبعا هي فكرتها اول ما تم اعدادها من فريق الكويت البحري، طبعا هي مسابقه دوليه. اي نعم. للعلم. حلو. يعني هي محليه ترى دوليه وكبيره ولها صدى كبير برا. فقبل لا نقيم هذه الثلاث مسابقات كان لنا اتصالات برا مع اللي يقيمون المسابقات الدولية. ليش؟ لأن لها قوانين خاصة، خصوصا هذا النوع من الأسماك له قوانين خاصة ولا عبور. فخذينا مجمل أو خلينا نقول خلاصة هذه المسابقات وهذه الشروط، وإحنا ابناها كيفناها معانا وضفنا عليها طبعا الآن الأشياء اللي إحنا نبحث عنها، الأشياء اللي تزيد المسابقة تشويق ومنافسة. حلو. حطيناها في إطار قانوني مثل ما كانت عليه، وشروط وقوانين أخرى ببحر مفتوح. روح وين ما تبي. ما في مكان معين. الحداد هذه ميزتها، الحداد تحكره مكان معين ما يعرف. متعود على المكان. انت عبته ميزه. لازم يروح اماكن اللي يعرفها. وبعدين يوم مفتوح كامل،
في توثيق معين كلمة يقولها أساس نثبت أنه هو توثيق طبعا بالتصوير بالتصوير يكون مستمر من أول ما يحس أن اسمك يعني صادها يصورها إلى أن تطلع يقول الكلمة مسابقة يتم ذبح الاسمك عشان ما يعيد يكرر ينزلها ويرجع أمرة ثانية ويصور الفريق اللي معه هذا تصوير واحد حلو راح يكرره مع كل صيد مع كل صيد في النهاية الوزن الوزن النهاية طبعا الوزن الفوز بالوزن كثر ما كان الوزن أعلى هو طبعا الأول مع التوثيق لازم نشوفه ونتأكد أنه لو صايد 10 نشوف 10 تصوير 10 يعني تصاوير فيديوهات صحيحة بالكلمة اللي أعطيناها الفريق اسم والرقم يعني الشروط هذه كانت جدا مريحة للجميع ومعطية حقية أريحية بالتعامل أريحية التعامل وفي مصداقية أكثر وفي مصداقية من كذي هم المتسابقين إذا بنرجع الآن حق المسابقة المسابقة الأخرى اللي ذكرها أخوي عبد الله التنشيطية الحين انتهت المسابقه الرئيسيه عدل. الموسم ما زال موجود لهذا النوع من الاسماك المتسابقين متشوقين قالوا تعال يا فريق كويت البحري سووا لنا مسابقه تنشيطيه ولا احنا قاعدين خلونا نرد التنافس يعني احنا داشين داشين, 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 داشين بس خلونا نتنافس بس في شغله ذكرناها قبل الـ الـ على الهواء الهو تحت الهواء اللي هو انه صار بالتنشيطيه لا يبا تعال ما نبي ويا بعض اي شوف سلمك الله احنا طبعا كانت الاساسيه هي اللي هي يصير تشخيط بال عن طريق البوردات مثلا والمياريير حلو او بالجنك حلو هذه لانها مسابقه رئيسيه لما سوينا التنشيطيه لا قالوا لنا يا جماعه افصلوا لنا خلوا الجنك بروح وخلوا التشخيط بروح اي نعم والحمد لله فصلناهم يعني كل من خذ حقه واستانسوا والله الحمد يعني هي بس مثل ما قلت لك الصيت وافيج اي بالفعل هو الصيت وافيج بالضبط لا خبره خبره ترى سبحان الله خلصت المسابقه الناس اللي ما صادق خلصت المسابقه بعدها بيوم طلعوا صادق صادوا اكثر نصيبهم سبحان الله هو توافيج بالرب بس كانت الفكره حلوه فيهم روح التنافس عندهم ثقه كبيره في التنظيم اللي صار الجيد والاعداد الجيد من الفريق الكويت البحري فقالوا خلونا نستمر لا توقفونا للموسم الجاي اي هم يقدرون يطلعون يوم يطلعون بس يبون منافسه منافسه فكان على قولتهم هالميزان يحدد شويه بالضبط يعني حتى الجوائز يعني احنا بعد نشكر شركه مشروعات سياحيه دعمها لنا في الجوائز خلينا نقول اللي هي المسابقه الرئيسيه الماليه وايضا حتى في التنشيطيه بس كان في مكان اللي هو نادي تابع لهم بالضبط نختم فيه فعالياتنا بالوزن وتوزيع الجوائز احنا التنشيطيه حطينا دروع فيها الاسم وفيها يعني اهم شيء حلو بعد ذكرى لهم يعني عشان ما تروح المسابقه بدون ذكرى ياخذها معه فكانت جميله جدا ممتاز اذا احنا تكلمنا يعني شوي اكثر عن المشاركات المحليه هني اللي موجوده عندنا بالكويت بس ودنا ندقق اكثر عن المشاركات الدوليه ايضا يعني من خلال مشاركه هذه الفرق الكبيره تفضل اخوي بدر المسابقات الدوليه الان فريق الكويت البحري طبعا احنا لله الحمد داخليا بالكويت يعني المسابقات اللي نعملها متوفقه وناجحه نجاح تام الان تجينا افكار لان في دول اخرى قاعد تعمل نفس المسابقه ذكرت لك كان احنا قبل لا نحط المسابقه بالكويت وين كانت اتصالاتنا مع الجهات الدوليه اللي تعمل مسابقات بحريه ففي فكره الان عند فريق الكويت البحري ان احنا ليش ما نشارك في هذه المسابقات الدوليه اللي تكون سواء كانت خليجيه برا المهم دوليه تكون دولية يعني خارج الكويت بفريق متخصص عندنا ما شاء الله شباب هواة وعندنا محترفين أيوة في هذا النوع من صيد الاسماك فما يمنع ان شاء الله مستقبلا ان احنا الفكره تتطور وتم الاتصال مع الجهات اللي هناك في مواعيد مسابقاتهم وان شاء الله خير يعني باذن الله ان شاء الله اخوي عصام كلنا بصمه خارجيه ان شاء الله اخوي عصام اذا بنتكلم القادم باذن الله لفريق الكويت البحري لله الحمد يعني وفريق الكويت البحري ان شاء الله ان شاء الله انه ما راح يوقف دام انه تطوعي فهو شغال على كل شيء فيه ان شاء الله خير لهالبلد ان شاء الله ان شاء الله يعني عندنا وجهتنا او عندنا رؤيه قدام ان شاء الله نشوفها شواطئ تبي تنظيف نعم وتبي اهتمام ترى من الدوله تبي اهتمام ما ينفع انا انظف بالضبط يعني ترى سهل ترى احنا هذه مشكله يعني احنا الحين تنظيفنا للجزر كان حلو والله حلو بس نبي اهتمام من الدولة حطوا شعارات حطوا شغلات إرشادات خل اللي مرتاد الجزيرة بالضبط يعني مرتاد الجزيرة هذه والله من المرتادين نفسهم بالضبط هاي الثقافة لازم تبدأ تتغير بس ترى بعض الناس تبي شوي مثل يقولون إشارة توجيه تبي توجيه يعني دائما على قولتهم التوجيه شوي يعطي
يعطي حياديه للموضوع، انك انت لما تلقى تنظيف وتلقى شيء سهله والله، وانت رايح الشاطئ اخذ وياك كيس شنو ردك ما يرد موجود عبد الله، موجود كل شيء هناك يعني امانه. يعني احنا بعد ما نهضم حق الجهات الرسميه نعم. بعد المشروع صار فيه اهتمام كثير صحيح. بالحاويات اعزكم الله بالضبط. الارشادات موجوده، احنا نبي الناس لما تروح التزام استانس، خل غيرك استانس ورجع استانس في المكان النظيف تلقاه نظيف، وعط يا اخي صوره جميله لبلدك انت لما تتركه نظيف. يعني ناس لما يجون من برا في هذه الاماكن ويشوفون المخلفات حرصك على اكيد نظافه البيئه البحريه او البريه سواء بالضبط. يعني وحتى الواحد تكون انت مثال يعني خير اكيد بالضبط. وقدوه للاخر في ان الواحد بالضبط. يحافظ على البيئه اكيد هذا بالاخير يعني انت قاعد انت عايش في بلدك في وطنك ديرتك اكيد صاج، فليش احنا نلتزم برا ما نلتزم داخل؟ اكيد ان شاء الله كل التوفيق لكم وفريق الكويت البحري على المجهودات اللي تقدمونها، وشكر ايضا لكم على وجودكم معنا في شباب الديره. مشكور وما قصرتوا، انتم مشكورين اللي تعطونا الفرصه صراحه، جزاكم الله خير وما قصرتوا ان شاء الله. الله يسلمك. اذا من اجواء البحريه نطلع معكم فاصل وننتقل معكم مع ضيوف اخرين مبدعين. الفقرة القانونية مع المحامي حسين بن شيبة. مساء الخير، يعطيكم العافية مشاهدينا ومشاهدين قناة تلفزيون الكويت، معاكم أخوكم المحامي حسين بن شيبة. اليوم راح نتكلم حول موضوع الإيجارات. كثير من الناس تتساءل حول هذا الموضوع، موضوع الإيجارات، وشون اليوم نحفظ حقنا كون احنا كمستأجرين امام الملاك وفق القانون الكويتي وفق قانون الإيجارات ال 37 وقانون 38 من قانون الإيجارات. اليوم في معلومة مهمة لازم تاخذونها كشبابنا اليوم اللي توهم متزوجين، يبي يأجر له مكان، يبي يقعد له مكان. اليوم في نقطة معينة لازم تعرفونها من القانون. اليوم يحق لك ان انت استدد الأجرة من أول الشهر إلى تاريخ 20 من نفس الشهر، فإذا دفعت بعد 20 يقدر يخليك المالك. فاليوم على سبيل المثال 1/1/2017 إن اليوم تدفع هذه الأجرة عندك لتاريخ 20/1/2017، بعد 20/1 أنت يقدر المالك إنه يخليك ويرفع عليك دعوة إخلاء من هذا العين المؤجرة أو من المكان الفلان اللي أنت مأجر عنده. على سبيل المثال يوم العقود الإيجارات اليوم السكنية عقودها 5 سنوات، ماكو شيء اسمه العقد أنه سنة ويتجدد تلقائي، هذا العقد اللي موجود الملاك قاعد يسوي بس، ولكن قانون الإيجارات ألزمهم أنه 5 سنوات يكون نفس الأجرة بس، ولكن المالك إذا كان يبي يزيد هذه الأجرة بعد 5 سنوات أنه لازم يعلنك فيها إعلان رسمي ويخاطبك ويقول لك قبل 6 أشهر أو 9 أشهر أن ترى يا فلان أن التاريخ الفلاني أن أنت راح تكمل 5 سنوات وأني أنا راح أزيد عليك الأجرة، وبعدها إذا ما تم الموافقة على الزيادة يتم إخلائك من هذه العين. اليوم لا تأخذون شيء، نصيحة مني لكم، لا تأخذون شغلات شفاهة، أن اتفاق شفوي ما بينك وما بين المالك. أي شيء تبتستغل فيه المكان المستأجر لازم يكون في كتاب خطي ما بينك وما بين المالك. اليوم إذا المالك يبي يعطيك وصل، اليوم سددت أنت الأجرة له، لازم الوصل تدقق على هذا الوصل، تشوف التاريخ متى أنت سلمت الأجرة ومتى الشهر والسنة اللي أنت مأجر عليها، ولازم يذكر بالوصل نوع البيت، إذا كان بيت كامل، إذا كان دور، إذا كانت شقة، والكائنة في منطقة الفلانية، ولازم أنتم تأخذون احتياطاتكم، وهذه الفواتير أو الوصولات لازم تكون عندك ومحتفظ عليها. أما في مسألة ثانية أن تقدر أنت على سبيل المثال أنك أنت تحولها تحويل بنكي من حسابك إلى حسابه، ومثل ما قلنا من أول الشهر إلى 20 الشهر، وبعدها أنه هو ما يقدر يخليك من هالتواريخ هذه. في حالة عدم استلام الأجرة من المالك يحق لك أن تسوي له إنذار إيداع الأجرة، في حال أنه ما استلم منك الأجرة تقدر تودعها في خزينة المحكمة ويتم سداد هذه الأجرة عن طريق المحكمة، وإن شاء الله الله يبعدكم عن المشاكل ونشوفكم في صحة وعافية في حلقات ثانية. شكرا. جمعية المهندسين الصناعيين ولقاء مع جمال المطوع وخالد الرويع.
حياكم الله مشاهدينا، نعود لكم مره اخرى مستمرين معاكم في شباب الديره. وموضوعنا القادم موضوع راح يكون مختص في الهندسه وعن المهندسين الصناعيين، جمعيه مهندسين صناعيين حاضرين معنا، مهندسين المستقبل باذن الله. جمانة المطوع رئيس جمعيه المهندسين الصناعيين، حياك الله. وخالد الرويح عضو جمعيه المهندسين الصناعيين، منورينا ومساكم الله بالخير. الله يحييك ونورك. الله يسلمكم، طبعا منورينا وبوجودكم ويانا برنامج شباب الديره. وبدايه خلينا نتكلم ويانا جمانة، ما هي جمعية المهندسين الصناعيين؟ جمعية المهندسين الصناعيين جمعية عالمية مقرها الرئيسي بأمريكا، لها عدة أفرع في مختلف دول العالم. الكويت واحد عندها واحد من هذا الأفرع اللي هو جمعية المهندسين الصناعيين اللي بكلية الهندسة والبترول. ممتاز، حلو. احنا جمعية مهنية غير ربحية، أغلب أو كل أعضاء الجمعية من طلبة وطالبات كلية طلبة وطالبات الهندسة الصناعية. حلو. فننظم العديد من الفعاليات والأنشطة اللي تخص الطلبة المهندسين بشكل خاص، وبشكل عام نركز على فئة الشباب. ممتاز. إذا بنتكلم خالد على الرؤية، على رسالة الجمعية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة حق رسالة الجمعية ورؤية الجمعية، احنا نهدف أولا لإبراز شخصية المهندس الصناعي. يعني المهندس الصناعي عندنا أول شيء سوء تعرفه بالمهندس الصناعي، يعني في ناس تقول لك المهندس الصناعي هو مهندس لصيانه الاجهزه الصناعيه، ماكو شيء اسمه الاجهزه الصناعيه مثل ما تعرف، عرفت؟ عدل. يعني احنا المهندسين الصناعيين كل تخصص بالهندسه له مجال معين. صحيح. يعني مثلا عندك الهندسه الميكانيكيه، المهندس الميكانيكي مختص بسيستم الميكانيكي. عدل. يعني عنده سيستم ميكانيكي معقد يقوم بصيانته، يقوم بادارته، يقوم بكل الاشياء اللي تختص فيه. والمهندس الصناعي، المهندس الصناعي احنا مهندسين سيستم. حلو. يعني عندك اي سيستم عمل، يعني على سبيل المثال قناة المجلس الحين اكيد عندكم سيستم، عندكم ادارات، شلون يتم تنظيم هذه الادارات بحيث ان نطلع بافضل طريقه ممكنه حق العمل. ممتاز. حلو. انزين، ودنا نتكلم جمانة كونتش رئيس الجمعيه، جمعيه المهندسين الصناعيين، عن اهداف هذه الجمعيه. اكيد انتم حطيتوها الا في اهداف خلينا نقول معينه ودكم انكم توصلون لها، او بعض الطموحات اللي ودكم تحققونها في هذه الجمعيه. طبعا احنا بما ان احنا كلنا تخصصنا الهندسه الصناعيه، فمن أبرز أهداف الجمعية أن إحنا نبرز هذا التخصص وأن نشكل وعي عليه، نقوم بهالشيء مثل ما قلت قبل شوي من خلال فعاليات وأنشطة. ساعات حتى نحاول ندخل الهندسة الصناعية بدون ما يحس المشارك معنا، فيصير هو شارك بفعالية طلع منها يصير مستفيد شيء عن التخصص نفسه، لأنه التخصص مو وايد مفهوم، فإحنا نحاول نبرزه أكثر. حلو. وهم يكون في سلاسة شوي، يعني الواحد يغير منها وما طبعًا. ما يكون كله مثلا ممكن نخليها بطابع ترفيهي بعد. طابع ترفيهي. أي. ما ممكن يكون طبعا. حلو. اذا بنتكلم على الشريحه المستهدفه خالد، بالنسبه حق الشريحه المستهدفه، احنا نستهدف طلبه كليه هندسه والبترول. يعني احنا لما نستهدف الطلبه يعني نحاول ان احنا نخدمهم كل ما نقدر، بما ان احنا فريق تطوعي، عرفت؟ يعني الفكره الرئيسيه جميع طلبه الهندسه والبترول ولا مختصه بال، لا جميع طلبه كليه هندسه والبترول. وعندنا انشطه. حلو. مثل ما قالت اختي جمانة انه يعني نحاول ان نطلع شهويه المهندس الصناعي. أيوة. بدون لا يحس. حلو. عرفت؟ يعني على سبيل المثال يعني عندنا احنا كذا نوع من الانشطه، عندنا انواع الانشطه اللي عندنا نقدمها، انشطه الاكاديميه والانشطه التعليميه والانشطه الترفيهيه. الاكاديميه هي مختصه بالهندسه الصناعيه، يعني خاصه بتخصص الهندسه الصناعيه. حلو. عرفت؟ بالنسبه الفرق بينها وبين التعليميه، الناس يكون في لبس بين الاكاديميه والتعليميه. صح. التعليميه لا، بشكل عام يعني مثلا نسوي دورات عن القياده، فن القياده مو شيء سهل، هذا شيء يعني مهارات يحتاج الواحد يكتسبها. عدل. عرفت؟ وفي عندك مثلا تايم مانجمنت، شلون الواحد يدير وقته، شلون ينظم اولوياته. فبهالطريقه احنا نحاول نخدم الكل. والانشطه الترفيهيه، الانشطه الترفيهيه يعني انت تعرف ان طالب بالهندسه يعني اغلب الوقت تحت ضغط كبير، ستريس، يطلع من المحاضره ضايق، يعني تلقاه كلش، في مثلا يمر علينا حاطين، يلقانا فجاه حاطين بوث، نقدم له مثلا نقدم له مثلا كيك ولا شيء، عرفت؟ وحاطين له لعبه يغير منها جو. لا واذا سوى داش يعني وايد حايس وما يدري شنو. أي تخصص يروح. فيكون صدق بستريس. اي صدق بستريس، يعني ما تدري. يعني لا تكلمه، لا تقرب صوبه طالب هندسه، لانه يكون بالفعل يعني ما ينلام، لانه مجهود شوي بالهندسه، يعني خلينا نقول مو اي تخصص، يبي له تركيز اكثر، يبي له دقه، يبي له حتى دراسه، خلينا نقول جهد اضافي اكثر. فودي اتكلم جمانة عن الافكار والخطه الموضوعه للجمعيه، يعني شنو ابرز الافكار اللي دائما تخططونها وتدرسونها وتحطونها ضمن الجدول بالجمعيه؟ اوكي، احنا عندنا افكار طبعا دائما نحاول نسويها. بس هالسنه عندنا شيء جديد.
من الخطة الموضوعة احنا عندنا مؤتمر هندسي قاعدين نشتغل عليه راح يكون بتاريخ 1/4 ان شاء الله. هذا المؤتمر هو مؤتمر هندسي يوم كامل راح يكون في ورش عمل. راح يكون بعد ورش طبعا ورش العمل اللي مشاركين فيها راح يحصلون شهادات معتمدة فراح يطلعون منها بفايدة. حلو. وبعدها راح يكون في حلقات نقاشية فيها قصص نجاح متعاونين مع جهات كبيرة من القطاع النفطي والحكومي والخاص علشان نخلي أكبر شريحة ممكنة من المهندسين إنه يشاركون معنا. حلو. يعني في تعاون ما بينكم بين جهات أخرى يا جماعة؟ طبعا إحنا بالنسبة حق هالسنة إحنا عندنا الرعاة الرسميين للجمعية الشريك الاستراتيجي هو بيت التمويل الكويتي. حلو. وشركة مبادر هي الراعي الرسمي للجمعية لهذه السنة. وغيرها من تعاون جهات إحنا نتعاون مع جمعيات مهنية ثانية وأندية طلابية. توا كان عندنا نشاط رياضي كان ضخم تعاوننا مع جامعة الكويت كلية العلوم الإدارية وجامعة الخليج. نتعاون بعد مع الجمعيات الهندسية اللي ويانا بالجامعة الحضور عادة يكون فيها فوق 5000 شخص ما شاء الله. فالحمد لله وإن شاء الله الحين بعد المؤتمر يكون شيء كبير إن شاء الله. إنزين خلنا نتكلم منذ انطلاق خلنا نقول الجمعية ما شاء الله ومن خلال يعني إنجازاتكم وأهدافكم أكيد أيضا الدكاترة عندكم لهم دور كبير يعني والطلبة أيضا خلال وجودهم بالجمعية فخلنا نتكلم عن هذا الجانب جمانة أو حتى إذا بغيت تتكلم يعني عن هذا الجانب تفضل. إن شاء الله. بالنسبة حق إحنا كجمعية هندسة صناعية احنا عبارة عن حلقة وصل بين الطلبة والدكاترة والمهندسين. حلو. يعني على سبيل المثال المؤتمر تكلمت عنه أختي جمانة أن المؤتمر هذا راح يكون فيه دكاترة والمهندسين وطهم طلبة. طلبة صحيح. فاحنا قاعد نجمع بينهم فيصير في حوار بين الدكتور والطالب ممكن الدكتور يوصل رسالته برا الجامعة حق المهندسين وحق الطلبة والمهندسين اللي استفادوا من العمل ممكن يواجهون خبراتهم حق الطلبة حق اللي يعني بيكونون حديثين تخرج بالمستقبل إن شاء الله. عدل. إذا بنتكلم على اختياركم للأنشطة جمانة الفعاليات شلون الآلية المتبعة لاختيار النشاط المعين أو الفعالية المعينة؟ تكون من خلال اجتماعات دورية مع أعضاء الجمعية كلهم نطرح الأفكار ونحول الأفكار حق أنشطة من خلال توزيع نفسنا على فرق ويكون طبعا باشراف على عضو يعني اشراف من عضو معين او حلو. رئيس لجنه معينه وبعدين نشوفه يتحول الفكره حق واقع. كم عددكم كاعضاء جمعيه؟ والله يعني احنا عددنا مو وايد ثابت نحن يعني نقبل اعضاء بين فتره وفتره لحد الحين يعني تقدر تقول 25 شخص. حلو. اللي يتخرج واللي تو يدش وهذا ها عشان كذي يتخرجون ان شاء الله حد ظروفه. زين ودي اتكلم ايضا عن جانب اخر خالد وهو التعاون ما بينكم وبين ايضا الفرق التطوعيه، يعني هل كان في تعاون بينكم وبين وزاره الشباب خصوصا ما شاء الله في فرق تطوعيه كبيره ودها انها تنظم ودها انها تعطي ودها انها ايضا عندها افكار تفيدكم فيها. اي نعم احنا في يعني تعاون بيننا وبين يعني جميع اطراف المجتمع يعني وقاعد نشوف احنا منهم يعني ما شاء الله قاعد نشوف منهم انه يعني يسهلون لنا امورنا بما ان احنا فريق تطوعي عرفتي فيحاولون يسهلون لنا امورنا مثلا احنا تعاوننا مع كذا وزاره حق ايفنتات احنا قاعد ننظمها حلو عرفت وشفنا ما شاء الله منهم يعني تجاوب حلو ودعم حق الشباب حلو ممتاز. الفرق ايضا التطوعيه عندها مبادرات كثيره يمكن فادتكم بهالموضوع عدل الفرق التطوعيه مثلا عندنا الاي اف سي يعني سوينا معاهم احنا ايفنت قبل كم يوم اللي هو السبايكينج ايفنت وما شاء الله كان ناجح ولا اقبال قوي ممتاز ووزعنا جوائز حق المتسابقين في جوائز بعد طبعا حلو جوائز اذا بنتكلم ذكرتها هي يا جماعه بان باب الانضمام للجمعيه مفتوح عدل ولا في شروط معينه للانضمام لجمعيه هو في شروط نتبع شروط الجامعه وشروط جمعيتنا الام اللي هي جمعيه مهندسين صناعيين العالميه فأغلبها يعني تكون لها علاقة بالمعدل عشان الطالب بعد ما له داعي يدخل جمعية ويأثر على دراسته احنا نحاول ان نستفيد كثر ما نقدر فما راح تستفيد وايد اذا انت قاعد تخسر يعني درجاتك ومعدلك بالضبط احنا ما نبي احد يخسر درجاته او معدله ومثل ما قلتي نقطه وايد حلوه وقته اهم شيء انه يعني ما ياثر على وقته فخالد شنو تنصح الطلاب خصوصا يعني احنا اليوم تكلمنا ايضا عن شلون الواحد يدير وقته عبد الله وتنظيم الوقت فشنو تنصحهم اذا هو حاب انه يعني يهتم بدراسته ويهتم ايضا في حياته الخاصه او حياته خلينا نقول ما بين اسرته حياته الاجتماعيه فشنو تنصحهم بهذا الموضوع شوف بالنسبه حق تنظيم الوقت انا عندي كلمه واحده الواحد لازم يحط اولوياته لما الشخص يحط اولوياته ويعرف شنو اللي عليه شنو اهم شيء بالنسبه له حلو. بعدين اللي تحته واللي تحته واللي تحته راح يعرف ينظم وقته بناء على اولوياته صحيح فيعني الحين مثلا على سبيل المثال الطلبه اللي بيدشون الجمعيه عدل. لازم يكون
يعني معدله ممتاز، يكون معدله زين بحيث انه يقدر ينظم بين شغله بالجمعيه ودراسته. دراسته الخاصه. اي لان الدراسه هم يعني تعتبر هي الاوليه، هو داش الجامعه عشان يبي الشهاده حق اهله، صح ولا لا؟ بالضبط. فهذه هي اولويته الدراسه، فاذا هو كان مقصر بدراسته فما ينفع احنا نقبله كجمعيه، عرفتي؟ حلو، فتحفزونهم انه لازم يكون واحد نسبته عاليه على اساس خلينا نقول معدله، على اساس انه هم بعد انتم هنا ما يعني خلينا نقول تظلمونه، لا مزح. هو كذي محافظ على وقته اساسا. صح. حلو، منتظر. او يتشاركون معنا بورش عمل تنظيم الوقت. حلو، دام ذكرتي ورش عمل تنظيم الوقت، شنو ورش العمل القادمه، النشاطات، الفعاليات القادمه اللي راح تنظمها الجمعيه؟ ورش العمل القادمه اللي يقدرون يترقبونها هي كلها ان شاء الله راح نحطها بالمؤتمر. حلو، متى راح يكون المؤتمر؟ 1/4 ان شاء الله. المؤتمر 1/4 وين؟ بالمكتبه الوطنيه. بالمكتبه الوطنيه ان شاء الله. متى راح يكون هذا المؤتمر؟ راح يكون من الساعه 10 الصبح لما الساعه 8 مساء. حلو، يوم واحد. من 10 الصبح لين يوم كامل. يوم كامل. شنو راح يتضمن هذا المؤتمر؟ يتضمن احنا كلنا مجموعه شبابيه بما ان احنا طلبه. حلو. احنا نحس ان احنا نمثل فئه المهندسين الشباب. ممتاز. فكل شيء احنا نتمنى نشوفه بالمؤتمرات حرصنا ان احنا نحطه في هذا المؤتمر. حلو. مثل ما قلت في حلقات نقاشيه، في قصص نجاح تهم وتلهم الحضور. ممتاز. فان شاء الله راح يطلعون بفائده، اللي يشاركون من الصبح لما بالليل ان شاء الله راح يطلعون بفائده جدا كبيره ان شاء الله يا رب. وانتم يعني جمانه وخالد الامانه يعني من الطلبه اللي ما شاء الله عليكم مجتهدين ومثال مشرف، احنا نتشرف فيه ونفتخر فيه لما نشوف شباب وبنات الكويت بهذا الاهتمام بهذا العطاء من خلال ما شاء الله مجهودكم وعطائكم في دراستكم في انجازاتكم وفالكم التخرج يا رب ان شاء الله، ونشوفكم مهندسين قد الدنيا. نشكركم على الله ما يا رب. كل شكر لكم. خالد قبل لا اختم وياك، في انشطه تكون للشباب خاصه للشباب؟ اي خاصه للشباب، لان عاده في بعض الجامعات يقول لك والله هذا نشاط ممكن يكون خاص للشباب وهذا للطلبه او للطالبات، ولا اغلب انشطتكم تكون للجميع؟ تكون حق للجميع مو بس للشباب. هو عنصري طاهر عبد الله، لكن لا الانشطه يعني يكون فيها حق الشباب بس كره قدم مثلا. في يعني في احنا انشطتنا للجميع طبعا، عرفت؟ لكن المشكله ان انت شلون تسوق حق النشاط هذا؟ صح. شلون انت تجيب الشباب لك؟ اي الشباب، بعض الشباب بهالمشكله الحين بهالوقت هذا الشباب في عندهم صعوبه ان يجون ايفنت يكون فيه مثلا تقدر تقول طابع نسائي خفيف، عرفت؟ ففي عنده صعوبه انه يدش الايفنت هذا، فالفكره انك انت شلون تقنعه يوصل، وهذا يعني من ما شاء الله يعني احنا شباب الجمعيه مو مقصرين الصراحه، يعني شغالين ويحاولون يبون اكبر عدد ممكن من الشباب، وما ننكر عمل لا رئيس الجمعيه الجمعيه طبعا عملها ما شاء الله جبار، يعني شيء عظيم والله. كل الشكر لكم خالد الريح وجمال المطوع على وجودكم معنا، موفقين ان شاء الله في الانشطه والفعاليات القادمه باذن الله. شكرا، يعطيكم العافيه، الله يسلمك، كل التوفيق لكم. اذا مشاهدينا فاصل على السريع ونرجع نتواصل وياكم. كذي وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من شباب الديرة، مواضيع منوعة كانت، مواضيع بحرية وهندسية كانت. هندسية ما شاء الله، إبداع بإبداع على الأمانة، لما نشوف ما شاء الله هذه الإنجازات الحلوة والفعاليات الرائعة من خلال وجود ما شاء الله فئة كبيرة من الشباب والمتطوعين أيضا اللي حابين يغرسون هذه خلينا نقول الشجاعة وهذه المبادرات الجميلة، وقاعد نشوف ثمارها ومجهودها الأمانة على أرض الواقع. هذا اللي نبي منكم، اللي عنده موهبة، اللي عنده فعالية، اللي عنده أي مشروع
يبادر، لا يوقف عند حد معين، لا بالعكس. اذا عندك هدف حاب انك انت تحققه، اقول لك ابواب برنامج شباب الديره مفتوحه للجميع، ما عليك الا بس تتواصل معنا عن طريق الانستغرام شباب كيو 8 تي في، وان شاء الله راح نتواصل معكم. كذي وصلنا للختام وقفلها مسك ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله نترككم بحفظ الله ورعايته، نقول لكم الى اللقاء، مع السلامه.